متابعينا ومتابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، بنرحب بيكم. معكم سعاد سلطان من داخل محافظة البحيرة، وتحديدا كوم حمادة قرية البريجات. النهاردة يعني شاهدنا حادث مأساوي زي ما حضراتكم شفتوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو غرق سرفيز في مدينة كوم حمادة. اسمها ايه القرية؟ البريجات. البريجات ارض الترعة، وتم الانقاذ يعني من قبل اهل القرية الطيبين وشهامة اهل البلد الجدعان اللي شاهدوا الحادث. في يعني هم تم الانقاذ بالقوارب دي، قوارب الصيد بتاعتهم. هنتكلم مع اهل القرية وهنسمع منهم تفاصيل اكتر. بنرحب بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا بيك. عرفنا بنفسك الاول وقول لنا احنا ناجي عبد الرسول محمد سيد احمد زيد، من اهل القريه، من اهل غرب الترعه، من عزبه زيد اللي هي العزبه ديت، خدت بال حضرتك؟ طبعا احنا كنا شغالين في البحر، فوجئنا لقينا العربيه نزلت الميه. نزلت الميه، فطبعا سيبنا شغلنا وطلعنا نجري. رحنا عشان ننقذ الناس اللي في العربيه. على بال ما وصلنا طبعا على بعد عرض البحر 70 متر. فطبعا 70 متر. على بال ما وصلنا هناك لقينا العربيه نزلت ايه؟ تحت. خدت بال حضرتك؟ فقعدنا بقى نبحث على العربيه حوالي اكتر من ساعه، ساعه وربع بالظبط. على بال ما عطرنا بيها. مسافه طويله في الميه. مسافه طويله في الميه. ساعه وربع بالظبط واحنا بنغطس بنبحث على العربيه في قلب الميه. تمام. لحد ربنا ما اكرمنا وربنا عطرنا بيها، فروحنا ربنا يعني اعطانا الهمه ورحنا ماسكين العربيه رابطينها من الشاسيه، ورحنا مخلينا الناس اللي فوق اللي على الاسفلت شدت العربيه لحد ما وصلت لحد البر. خدت بال حضرتك؟ لان العربيه كانت على بعد بعيد عن البر 10 متر. على غوط حوالي بتاع 12 متر 13 متر كده تحت. كنتوا خايفين وقلقانين وانتوا تحت في الميه بتدوروا على لا احنا مش هي مش اول مره. يعني دي مش اول مره احنا في الحاجات ديت، احنا ما بنخافش، احنا بيبقى قلبنا زي الحديد. بس احنا طبعا احنا يعني لما شدينا العربيه وطلعناها طبعا غطسنا جوه العربيه، على بال ما يا دوب العربيه بانت غطسنا جوه العربيه طلعنا جثه من قلب العربيه ورحنا مطلعينها حطينا على القارب وخلينا الايه الناس شدت العربيه والونش شد العربيه طلعها. فضلتوا حضرتك قلت لي فضلتوا قد ايه في الميه؟ ساعه وربع بالظبط في الميه. ساعه وربع في قلب الميه، ساعه وربع في الساقعه بتدوروا على الناس عشان تنقذوهم. كلمنا بقى عن رحله البحث بتاعتكم جوه الميه نفسها. يعني احنا نعمل ايه يعني غصب عننا؟ يعني احنا لازم احنا نعمل كده، وواجب علينا ان احنا نعمل كده. خدت بالك؟ عشان ننقذ الارواح اللي في العربيه. بس احنا الحمد لله يعني العمليه طلعت خفيفه الحمد لله، يعني مش تقيل. ربنا كرمنا والحمد لله. الحمد لله. بنشكرك شكرا جزيلا. كان في حد من ضمن الناس كنت موجود؟ مين كان تاني موجود؟ في ناس ياما موجوده، كل اللي انت شايفاه ده كله كان موجود، ده كان موجود برضه. كنت موجود حضرتك في ال طب احكي لنا بقى وانت تحت كده في القارب، ربنا يستر وما نقعش. انا المشكله ان انا مش هترجم معاك. احكي لنا ايه اللي حصل، يعني انت شفت ايه؟ قول لنا انت شفت ايه؟ انا شفت العربيه بتبقى اللي هناك كده، رحت نازل عليها انا وكان معايا ناس برضه. كان معايا ثلاثة في القارب، نزلنا معاك ثلاثة غير نزلنا في القارب وغطسنا. قعدنا نغطس بتاع ساعة وربع بالظبط. شفت العربية ازاي؟ كنت انت فين؟ أنا كنت تحت، لقيت الجماعة بيصوتوا هنا العربية اللي هم السيدات بتوع اللي هم الجماعة بتوعها، فبيصوتوا طلعنا جري ببص لقيت العربية بتبقلل بتغطس فين؟ هنا كده. المهم غطست. يعني انت شفتها لحظه ما وقعت بالظبط؟ لحظه ما وقعت، يا دوبك شربت ميه وراحت غطسه مكانها. غطسنا قعدنا بتاع ساعه وربع ندور عليها على مكانها لغايه ما وصلنا للمكان وربطنا بالحبال وطلعنا كان فيها الله يرحمه واحد فيها مات، طلعناه برضه، هو ده اللي كان موجود فيها. ما لقيتوش حد غير السواق؟ لا ما لقيناش حد تاني غير السواق. طب كلمنا بقى عن رحلة البحث وانتوا بتدوروا في قلب المية في التلج ده وبتدوروا على ناس عايزين تنقذوهم. لا احنا مجبورين ان احنا نعمل كده، لازم نعمل كده لان احنا متعودين على كده. قبل كده في كذا حادثة حصلت هنا وبرده كنا بنطلع ناس كتير، يعني مش اول مرة. يعني العربية طالعة ازاي؟
العربية طالعة مطلعينها بحبال، شدينها بحبال. الناس طيب اللي لحظة بقى ما لقيتوا السواق في العربية عملتوا ايه؟ طلعناه طبعا، ده أول حاجة طلعناه. أول حاجة كنا بندور عليها أساسا بره العربية وبره أي حاجة، أهم حاجة الناس اللي كانت فيه. ما لقيتوش غير السواق؟ ما لقيناش غير السواق بس. طبعا احنا بنشكركم على شهامتكم وعلى يعني وقفتكم الجدعة دي، وربنا يا رب يرحم المتوفين ويصبر أهلهم. شكرا جزيلا. كان في حد منكم واقف؟ لا أنا قلت لك كم مرة أنا كنت في السوق. انت كنت موجود؟ اللي ورا ده كان موجود. مين كان في شاب صغير هنا؟ علي. اهو لابس ابيض. فين علي؟ احنا رضا. تعال تعال خد. اصغر منقذ في البحيره كلها. عرفنا بنفسك. احمد رضا صابر. احمد رضا. قول لنا يا احمد، انت ما كنتش خايف وانت بتعوم وبتدور على الناس؟ لا لا طبعا، انا كنت في وسط اهلي، وطبعا كلنا كنا بنبحث، طبعا كنت جاي من المدرسه وهم كلهم كانوا بيدوروا. طب احكي لنا يا احمد ايه اللي حصل بالظبط، انت شفت ايه بالظبط؟ انا جاي لقيت كله، لقيتهم كلهم بيدوروا، انا جاي مش عارف اي حاجه. طبعا الجماعه كلهم قالوا لي ان في ايه عربيه وقت، رحت اجري نزلت معاه. فطبعا عم رضا عبد الرسول الله يبارك له هو اللي لقى العربيه وطلعناه، وطلعنا الجثه منه الله يرحمه، وطبعا على الفور طلعناه والعربيه اتخذت وانقذته. انقذناه. ما كنتش خايف وانت بتدور على الناس المتوفيه وانت بتعوم في الميه في السقعه دي؟ لا طبعا، هي الميه اللي كانت بصراحه كانت تلج، بس احنا استحملنا وطلعناه. استحملتوا وطلعتوه. طب ولما طلعت الجثه بقى يعني كنتوا حاسين بايه؟ كناش حاسين بحاجه، لان ده واحد اخونا طبعا، و دي زي اخونا طبعا، وطلعناه يعني عادي. كنتوا بتحاولوا تدوروا على ناس تانية غير السواق؟ حاولنا، وطبعا فرق الانقاذ جت دورت برضك بعدها، دورت ياما. قعدت قد ايه في المية يعني؟ قعدت بتاع ساعة الا ربع. ساعة الا ربع تحت في المية؟ ما كنتش سقعان ولا خايف؟ لا، انا اساسا انا هنا كله هنا بقى في عوم طبعا، والفضل لاهالينا اللي هم علمونا العوم من واحنا صغيرين. طب سنة كام؟ أنا فولا سنة. ربنا يحميك يا رب. شكرا يا حبيبي. يعني متابعينا زي ما حضراتكم شفتوا كده، كنا معاكم اليوم من داخل محافظة البحيرة وتحديدا قوم حمادة. يعني حادث طبعا مؤسف جدا النهاردة، يعني هو غرق سرفيز في البحر، وزي ما سمعنا من الأهالي على الفور يعني الأهالي كانت بتجري إن هي تنقذهم. رحلة صعبة جدا. ربنا يا رب يرحم المتوفين ويصبر أهليهم، وإن شاء الله فرق البحث النهري بتقوم بواجبها على أكمل وجه، ولسه مازال البحث مستمر عن باقي الضحايا اللي كانوا في السرفيز. متابعينا بنشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وانتظرونا في لايف جديد. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة.